ديالكم الاخوان السوق ديال اكيد الزاكورة كما كتشوفوا السلعة اللي داخلة اليوم هذا هو السوق السوق راه تيتباع فيه الدمان وراه جا بين ورزازات وزاكورة الوسط بالضبط طريق زاكورة اللي غايجي للسوق راه كيعمر نهار الخميس كل خميس المهم كل سيمانه راه تيعمر اللهم بارك كما كتشوفوا راه هنا تتباع الدمان معروف هاد السوق هذا بالدمان اللي بغى شي حاجه يجي السوق ولا اللي بغى شي حاجه يسول السلام عليكم الاخوان بخير هاني صباحكم مبروك كما كتشوفوا راه واحد جوج تما زين الصباح لقيناهم تباعوا المهم هاد جوج طرا لقيناهم تباعو المهم الناس خلموناهم جينا سولنا مولاهم ما كاينش حاجة مليحة ضارات كلهم واش هادا عطاوها 50 هاي مابقاش هادا عطاوها 50 نتوما كتشوفو كنهضر اللهم بارك شدلها راسها شدلها راسها باينة تبارك الله دابا على راسها راه دمانية واللي شافها يقدر يقول سردية ولكن هي راه دمانية هانتوما كتشوف المهم هادي عطاوها اليوم في السوق ديال أكزا الزاكورة عطاوها 50 وهاد جوج تبارك الله راه تباعوهم الله السلام عليكم الاخوان كما تنقولوا اليوم السوق عندنا دخلش مليح كما كتشوفوا دابا راه الشتا اللي ما كايناش وكاين الضعف ما كتشوفوا السوق هو هذا سيد الرحمن أنا هذا خير مع حداك السلام عليكم الاخوان هيا خذا اليوم تباعت جينا سولنا فيها لقينا تباعت المليح تبارك الله لا نوب كما كتشوفوا هذه هي الله تحطات تباعت تبارك الله بلاصتها اللهم بارك وزيد في ذلك جينا سولنا في مولاها تا هو لقيناها هي اللي كتجي راه بعتها الله يسخر الشاري الله يسخر حتى اللي باع اللهم بارك وزيد في ذلك الساعة نقية كما تنقولوا اللي خاصو شي حاجه يهبط للسوق ديال اكدز اكدز جات بين ورزازة وزاكورة باش كاين تبعت اخويا كفولوش دارين الله حمالي ها هو ده سوي العزيز